وبشأن الوضع الاقتصادي المتردي في العراق مع زيادة معدلات الفقر، تنضم إلينا عبر الهاتف من عمان الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية الدكتورة هدى فالح الكبيسي. دكتورة هدى، السلام عليكم. لنبدأ من موقع بلومبرج الإخباري، أرجع الحالة الاقتصادية المتردية في العراق إلى الفساد وأيضا تراجع أسعار النفط، وبالإضافة طبعا إلى وباء كورونا. لكن دكتورة، هل هذه الأسباب وحدها هي التي أوصلت اقتصاد العراق إلى هذه الحالة الممزقة على حد وصف الموقع؟ نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا بك يا مرحبا. بما انتهى تقريركم، الفساد بالتأكيد هو العامل الأساسي لما وصلنا إليه الآن منذ 2003 ولحد 2020. نعم. أكيد أنه الاقتصاد العراقي واجه مزيج من الصدمات، وهذه الصدمات ما بين انخفاض أسعار النفط، ما بين الفقر الموجود أساسا من 2003، وأيضا حالة الكوفيد 19 اللي هو احنا مررنا به ويمر به العالم كله. فبالنتيجة اجتمعت هذه العوامل كلها، ولكن تأثيرها الاقتصادي على العراق أكيد كان كبير جدا. فهذه النسب يعني قد نستطيع ان نعمل على تفسيرها بالشكل التالي كما جاء في تقريركم وتقرير مبعوثة الامم المتحدة، ان الفقر يصل الى 40%. طيب. لماذا او كيف؟ نعم، يعني هو بالشكل التالي: 18% من نسبة الفقر هم اللي يعني يعيشون تحت مستوى 3 دولارات، هؤلاء يشكلون 18%. طيب. و 58% اللي يعيشون بمستوى 5 دولارات. فبالنتيجة يعني هذا المعدل اللي احنا حصلنا عليه، سواء ال 18 او ال 57، سواء 3 دولارات او 5 دولارات على التوالي، كلاهما هذه الارقام او هذه المقادير المحددة. دكتورة، 3 دولارات او 5 دولارات بالشهر لو باليوم؟ لا، باليوم. باليوم، نعم. يوميا. اي نعم. تفضلي اكملي. نعم. نعم، 18% نسبة الفقر ل 3 دولارات و 57% يعني لتحت 5 دولارات. طيب. طبعا ال 17 هي 17 و19، فيعني 18%. إذا معناها عندنا الناس، هذا هنا اكو نقطة أساسية أيضا. التقرير هذا التقرير يعود إلى البنك الدولي، لم يذكر الفقر المدقع، لأن هنالك فقر مدقع يعيشون تحت دولار وشوية. فبالنتيجة لم يذكر هذا الرقم، ولكن ذكر الأرقام اللي هي المتعارف عليها بالاقتصاد العالمي ككل، اللي 3 دولارات وشوية و 5 دولارات ونصف. نعم. طيب دكتورة، لكن الحكومة تبرر الوضع الاقتصادي وأيضا تفشي الفقر ترجعه بانخفاض عائدات العراق النفطية من 6 مليار دولار تقريبا إلى مليار و 400 ألف دولار شهريا. لكن هنا السؤال، هل هذه الأزمة آنية ومرتبطة بأسعار النفط برأيكم؟ نعم، يعني هذا جزء، هو من الجزء بسيط ويسير من العملية كلها التي حدثت في العراق من 2003 إلى الآن. يعني المشكلة الأساسية هو سوء الإدارة المالية، يعني هذا شيء أكيد أصبح متعارف لدى الجميع. هنالك مشكلة في الإدارة المالية في الحكومات المتعاقبة من 2003 إلى الآن، اللي أدى هذا كله، يعني اللي شمله أيضا اللي يشير إلى تقرير البنك الدولي اللي صدر في نيسان 2020، يشير إلى أنه الظروف التي يمر بها العراق في الوقت الحاضر هي ظروف نفسها أو ذاتها، وكانت يعني قبل ما أن يمر العراق بفيروس كورونا وإلى آخره هو نموا سالبا. فما بال أنه إحنا وصلنا إلى هذه المرحلة التي تأثرنا بها ونتأثر يوميا بوجود هذا الفيروس. بالنتيجة هذه العوامل كلها اجتمعت معها سوء الإدارة والفساد، وبالنتيجة أدى ما أدى إليه، أدى إلى أو سيؤدي أيضا إلى انكماش القطاع النفطي 13% كما ذكرتم، من 6 مليار إلى في أول بداية السنة إلى مليار و 400 مليون في شهر نيسان. نعم. كما ذكر تقريركم، فبالتالي انكماش القطاع النفطي سيكون أيضا كبير، والقطاع الغير النفطي أيضا سيكون هنالك انكماش به بنسبة حوالي 5%. لما احنا أمام قطاعين النفطي والغير النفطي وهذين الانكماشين بنسبة 13
5% على التوالي، بمعنى أننا سنعيش في فترة قادمة جدا صعبة وبالتالي متراجعة ونموا سالبا. سوف لن يكون هنالك نموا موجبا في نهاية السنة لدى العراق كما أشار إليها أو كما أشارت إليه تقارير البنك الدولي الجديدة، وبالتالي يمكن أن ننتظر إلى 2021، وهذا الأمر أيضا مشكوك به ما دام لم تتخذ سياسات عميقة ومثلى للقضاء على الفقر والقضاء على الفساد وإلى آخره. نعم. دكتورة، موضوع بند المصروفات على الأمن والجيش والأجهزة الأمنية الأخرى وأيضا الموظفين الفضائيين وأيضا مزدوجي الرواتب والحمايات والمسؤولين، إذا ما يعني اتجهت الدولة إلى يعني أن يكون هناك يعني اختزال لكل هؤلاء، هل يمكن أن يحل جزء ولو بسيط من أزمة الفقر في العراق؟ يعني في الحقيقة أنه السياسات التي تتم أخذها من قبل الوزارة، خلينا نقول وزارة المالية أو إلى آخره، هي لم تكن بذاك المستوى، وبالتالي يعني لازلنا نعاني من مشاكل، وبالتالي أيضا يعني كل ما طرأ أو كل ما يتخذ من قرارات، حتى الخطة الفقر التي هي متعارف عليها من 2018 إلى 2021، يمكن أنا أشرت في فترات سابقة أنه أيضا هذه سوف لن تنجح، لأن هنالك خطة أو استراتيجية أولى كانت من 2014 إلى 2018، وبالتالي هذه الاستراتيجية الثانية أيضا لأنه لم يؤخذ في نظر الاعتبار أنه العراق سيمر بظرف يعني جديد هو انخفاض أسعار النفط بهذا الشكل الذي نحن به الآن، وكذلك أكيد لم يؤخذ بالنظر اعتبار أنه سيكون هنالك وباء عالمي. نعم دكتور. لم يكن بالحسبان كل هذه الأمور التي لم تحسب لها، وبالتالي لم تضع لها مشاهد. هذه المشاهد يجب أن تكون متنوعة حتى نستطيع أن نكون في الجهة الآمنة. يجب أن نكون دائما إحنا واضعين في البال، واضعين في السياسة الاقتصادية، يعني حالة أساسية أولى، ثانية، ثالثة، ما هو سيحدث وإلى آخره. من عمان الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية الدكتور هدى فالح الكبيسي، شكرا جزيلا لكم.